السلام عليكم، صح صح وصحح. حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. يا سلام، الكلمة دي والجملة دي سمعتها كم مرة، في كم خطبة، في كم درس، في كم برنامج تلفزيوني. وحاجة ايه بقى؟ طبعا عمر بن الخطاب الإمام العادل والفاروق والصحابي الجليل والأجل رضي الله عنه. لكن المقولة دي بتستخدم عشان تقول لنا انه العدل يؤدي الى انه الحاكم العادل او الملك العادل ينام امانا. هي ايه القصة اصلا؟ القصة انه هرمزان رجل فارسي ملك او امير من ملوك ويعني رجال الفرس المهمين، جه يزور او في مكة في المدينة، فعايز يقابل عمر بن الخطاب، فلقاه نايم تحت شجرة في الظل، فقال الجملة بتاع حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، فصارت مثلا ماشي الهرمزان. أه؟ خليك فاكر معي الحكاية دي. طيب، فاحنا بنقوم جايبين بقى الواقعة دي ونعتبر انه حاجة عظيمة جدا، وننسى الجزء التاني من الحقيقة، ان سيدنا عمر بن الخطاب اللي هو حكم فعدل فأمن فنام قتل، تم اغتياله. انت عايز بقى هنا تثبت لي ايه؟ عايز تثبت لي ايه؟ انا فهمني انه مثلا عندما حكم فعدل فأمن فنام كان عادل، ولما اتقتل ما كانش عادل؟ او عايز تقول لي انه الخليفة او الحاكم او من يقع عليه الاغتيال عموما يستاهل؟ لانه لو ما كانش عادل يعني ما كانش اقتيل، او لو كان عادل كان اقتيل. لا، في يا جماعة تلخبطونا ليه؟ الحق واضح تماما. العلاقة هنا علاقة مش موجودة أساسا بين الفعل والنتيجة. لا، ممكن جدا يبقى عادل زي عمر بن الخطاب ويتقتل زي عمر بن الخطاب برضه. يعني انت ممكن تبقى إنسان كويس جدا في الدنيا ونهاية تبقى نهاية بائسة، نهاية صعبة، نهاية قاسية، انما مش معناها كده كانت حياتك وحشة. ليه بقى؟ لأنه حاجة غريبة جدا، الهرمزان نفسه بقى اللي قال الكلمتين دول واللي احنا بنقعد نقولهم على المنابر طول الوقت، هو المتهم بقتل عمر بن الخطاب. ابو قلوع المجوسي هو اللي قتل عمر بن الخطاب، لكن عبيد بن عمر بن الخطاب شك في انه، لانه الهرمزان ده كان بيشتغل عنده او كان بيقعد عنده في الدكان والمحل بتاعه ابو قلوع المجوسي، فاذا خططه لاغتيال ابوه، فخرج من الجامع وابوه يعني عمر بن الخطاب مدرج بالدماء ونقلوه. وطبعا برضو من الحاجات الغريبة بين قوسين كده يا جماعة، برضو من الأوهام اللي احنا لازم نصححها، ان عمر انضرب بالخنجر واغتيل واحتضر بمعنى الاسم ماتش يعني، ونزف دماء، وبعدين شالوه وكملوا الصلاة. انتوا بتضحكوا على مين يا جماعة؟ ايه الوهم ده؟ اولا موعد الصلاة قائم ومستمر ومفتوح يعني، وبعدين خليفة المسلمين مرمي في دمه ومقتول، والقاتل طايح في الجامع بيهرب وهم بيحاولوا يحاصروه، وبعدين يكملوا الصلاة. بلاش التزيد ده، ده تزيد. وبتعلموا الناس ايه يعني؟ ان يبقى في قتيل قدامكم وانتم بتكملوا صلاتكم؟ ده يعني ربنا امر بكده؟ نرجع تاني بقى، عبيد بن عمر الخطاب ثار جدا وثأر لوالده، لانه ابو القلوع المجوسي اتقتل بقى ساعة اللي حصل ده، فجري على الهرمزان في بيته اللي هو قاعد آمن خالص، هو بقى اللي كان آمن، دخل قتل وقتل بنته ثأرا لعمر بن الخطاب. يبقى نرجع تاني ونقول حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، وإن قتلت يا عمر.